بالأمس وعبر حسابه على تويتر فاجأ أسطورة بوليوود الشهير أميتاب باتشان العالم وكشف عن إصابته بفيروس كورونا. باتشان قال إنه أصيب بالفيروس ونقل للمستشفى وناشد الناس اللي كانت قريبة منه في الأيام العشرة الماضية بفحص أنفسهم. وفي أقل من ساعة والناس لسه ما لحقوا يزعلوا على نجمهم المخضرم حتى انصدموا بخبر آخر وهو إصابة ابن أميتاب باتشان الممثل أبيشيك باتشان بفيروس كورونا. وزي أبوه كشف عن الخبر في تغريدة أوضح فيها أنه في المستشفى وأنه بيعاني من أعراض خفيفة. وزي ما بيقولوا المصائب لا تأتي فرادة، فعائلة باتشان اللي بيحمل اسمها عدد كبير من ألمع نجوم بوليوود وقعت ضحية للفيروس اللي أتسلل لبقية الأفراد. فاليوم كشف وزير الصحة الهندي أنه ملكة جمال العالم سابقا الممثلة وزوجة أبيشيك باتشان إشواريا راي وابنتهم البالغ من العمر 8 سنوات كانت نتائجهم إيجابية أيضا لكورونا. إصابة عائلة بوليوود الأولى بالفيروس قلب مواقع التواصل واسم أشواريا وزوجها وحماها متداول وترندنج في تويتر بالهند. أما عن آخر مستجدات الحالة الصحية لأميتاب باتشان البالغ من العمر 77 سنة فقد صرح مستشفى ننفاتي التخصصي اللي بيرقد فيه حاليا لتلقي العلاج أنه حالته مستقرة مع أعراض خفيفة وتم إدخاله في وحدة عزل. وبالمناسبة في صور كثيرة انتشرت للناس وهي بتدعي لي أميتاب باتشان. كمان هناك صورة متداولة قيل إنها لعمليات تعقيم المنزل في الوقت اللي بيخضع فيه أفراد العائلة والموظفين كلهم للفحوصات وبانتظار النتائج.